للحديث عن تطورات ثورة تشرين معنا في الاستوديو الباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا حياكم الله. وأرحب أيضا بالأستاذ الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي ينضم معنا عبر الهاتف من لندن. أستاذ مازن مرحبا بك. أستاذ مازن التميمي ينضم معنا عبر سكايب من لندن. أستاذ مازن مرحبا بك. إذن إلى أن يتم تأمين الاتصال بشكل أوضح مع الأستاذ مازن التميمي، أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي. التظاهرات في العراق أخذ بالاتساع يوما بعد يوم، تشارك فيها جميع فئات المجتمع العراقي. إلى أي مدى ترى من وجهة نظرك أن العراقيين الآن قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة مع الطبقة السياسية في العراق؟ هو منذ يعني ليس فقط في هذه وصلوا لنقطة اللاعودة، ولكن تواجد المتظاهرين وزيادة الزخم نعم يدل على نقطة اللاعودة. اليوم منذ 45 يوم هذه التظاهرات، لا يمكن أيضا على المجتمع الدولي أن يبقى يتفرج على مظاهرات 45 يوم مرت عليها اليوم وهو فقط متفرجا، لابد أن يكون له كلمة وتكون يكون له رأي فيما يجري، وإلا لا يوجد مظاهرات استمرت أكثر من 45 يوم ولا نجد قرارا دوليا يشيد أو يدعم هؤلاء المتظاهرين. نعم المتظاهرين مصرين على مطالبهم، باقين في ساحات الاعتصام. في كل يوم نجد هناك زخما جماهيريا أكثر، نجد مشاركة نقابية وجمعيات يعني أخرى داخل الدولة العراقية تشارك مع المتظاهرين، ولكن أيضا يحتاج لزيادة الزخم ولبقاء وللثبات أيضا يحتاج إلى الدعم الدولي. نعم. للمتظاهرين. دعنا نرحب بالأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي من لندن، مرحبا بك معنا سيد مازن. أهلا وسهلا حياك الله. أهلا بكم. ميدانيا كما تلاحظ وصل المتظاهرون أو نجحوا في الوصول إلى جسر السناك وأجبر القوات الحكومية على التراجع من هناك، ولكن دعنا نقول إعلاميا وسياسيا وأمميا، هل القضية يعني تم بالفعل وصلت بالفعل إلى مسامع العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أنه ما يجري في العراق من انتفاضة وثورة شعبية لقد فرضت واقع جديد، وعلى العالم أن يسمع بغض النظر عن التعتيم، بغض النظر عن استهداف والالتفاف الإعلامي على هذه الثورة من قبل كل القنوات الفضائية سواء كانت عربية أو غربية، لكن إصرار وعزيمة الثوار أجبرت وفرضت على كثير من القنوات أن تتحدث عن هذه الثورة وتتحدث عن هذه التضحيات. صح مو بالمستوى الذي يرتقي إلى مستوى الطموح، ولكنها وصلت هذا الصوت سواء في أوروبا أو في الوطن العربي أو في أمريكا، وبالتالي هذه الثورة أريد لها أن تجهر منذ لحظة انطلاقتها، ولكن الثورة كانت شباب الثورة مصر على أن تستمر الثورة لتحقيق أهدافها في إسقاط النظام، ولذلك تعرضت إلى أبشع أنواع الوحشية من قبل سلطة الاحتلال في المنطقة الخضراء والميليشيات الإيرانية، وقدمت قرابين من الشهداء، ولكن لا تزال مصرة على أن تصل إلى تحقيق أهدافها وهي إسقاط النظام. ولذلك نعم لا يزال النظام العربي الرسمي والمجتمع الدولي للأسف الشديد موقفه خجول ولا يزال يتفرج على الدم العراقي، لكن أما من حيث الفعل لقد وصلت الثورة إلى كل أرجاء العالم، وقد كانت هناك اعتصامات وتظاهرات في الخارج تأييدا وامتدادا لصوت الشعب. معنا أستاذ مازن التميمي لو سمحت. أستاذ حسين السبعاوي، ما دلالات تفجير سيارة مفخخة قرب ساحة التحرير في بغداد بالأمس؟ يعني هو هذا الأسلوب القذر حقيقة يدل على إفلاس الحكومة، على يعني عدم استطاعتها لاحتواء التظاهرات، عدم استطاعتها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، لجأت إلى هذا الأسلوب. وبالمناسبة هذا ليس أسلوب جديد، هو أسلوب قديم افتضح الآن افتضح، لأنه الجماهير العراقية عموما أدركت أنه كيف تتعامل الحكومة مع من يختلف معها، كانت تشيطن مكونات وتقوم بمثل هذه الأفعال. اليوم هي لا تستطيع أن تشيطن شعبا كاملا بجميع مكوناته، هذه الثورة اليوم الموجودة بجميع مكوناته. هذا يدل على إفلاس الحكومة في تعاملها مع المتظاهرين وعدم استجابتها للمتظاهرين، لكن يبقى أنه المتظاهرين مصرين على مطالبهم والحكومة مفلسة، وأعتقد سيفرض عليها المطالب أكثر مما هي إن لم تستجب. نعم. هل يمكن أستاذ ماسن أن تؤثر مثل هذه التفجيرات على سير الأحداث والتظاهرات وهذه الثورة الشعبية؟
للعكس، أنا أرى أنه كلما ازداد القمع والوحشية والتفجيرات كلما زادت الثورة وكلما زاد تفاعل الشعب والجماهيري مع أبناء الثورة، بدليل أنه فقط كثير من الشهداء في الأيام الأولى، شفنا مساحة الانتفاضة تتسع ويكون العدد داعم إلى الثوار، ولذلك نجد الآن ما هذه المحاولات البائسة المفلسة التي تحاول الحكومة تنطلق من منطلق أنه بالقوة تستطيع أن تجهض هذه الثورة سواء بالقتل بالتفجيرات، وأتوقع بالأيام القادمة ستبرز عمليات تفخيخ ربما للسيارات ربما للتوك توك ربما للمباني، لأنه الحكومة هذا المنهج ليس جديد عليها، هذه سياسة الحكومة، ولذلك نجد أنه عملية تصاعد القتوى كل ما يصاعد الخط البياني للإرهاب للقتل كلما أيضا بالمقابل العلاقة تكون طردية، يتصاعد سهم الثوار وإصرار الانتفاضة على البقاء والتحدي ومهما كانت التضحيات، دليل أنه لغاية الآن المتظاهرين سلميين وبالمقابل يواجهون النار والرصاص من قبل حكومة الاحتلال الإيراني، هذا دليل على أنه الشعب أصبح بالنسبة إليه هي مسألة حدود ومصير، عليهم أن يعني وصلوا إلى مرحلة نكون أو لا نكون، لذلك مستمرة الثورة حتى تحقق أهدافها مهما حاولت سلطة الاحتلال أن ابقى معنا لو سمحت أستاذ مازن التميمي. أستاذ حسين السبعاوي، يعني هل تتوقع في الأيام المقبلة أن تستخدم الميليشيات ربما استراتيجيات التفخيخ مثل ما توقع أستاذ مازن التميمي، يعني وخاصة أن وزير الدفاع في حكومة عبد المهدي قال بأن هناك طرفا ثالثا هو من يقوم بقتل المتظاهرين، وأن حتى هذه الأسلحة التي دخلت والتي استخدمت في قمع المتظاهرين لا علم للحكومة بها؟ يعني حقيقة أولا إذا وزير الدفاع يقول أنه هناك طرف ثالث وهو لا يستطيع أن يصرح بمن هو الطرف الثالث، وهناك مستورد أسلحة وهو وزير الدفاع المسؤول الأول سواء عن استيراد أم عن جميع قوات المسلحة لا يعرف من أين جاءت هذه، فكيف بالشعب أن يعرف؟ أنا أعتقد لا يوجد طرف ثالث، يوجد طرفين، يوجد طرف شعب وتوجد حكومة. ماذا يقول هو أن هناك طرفا ثالثا؟ يعني ما الغاية؟ ما الغاية أن هناك الدولة العميقة التي لا يجرأ حتى وزير الدفاع أن يسميها، بينما الثوار سموا هؤلاء، ولكن نحن نقول أنه هذا الطرف الثالث هو جزء من منظومة السياسية التي تدير الدولة، لا يوجد شيء اسمه طرف ثالث، إذا نسمي الأشياء بمسمياتها هناك طرفين الشعب والنظام. طيب الطرف الثالث هل بالإمكان أن تسميه من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، يعني هي الميليشيات المرتبطة بإيران هي من تقتل الشعب العراقي، وقد صرح كثير من المتظاهرين بهذا، لكن الوزير لأنه كما قلنا سابقا هناك دولة عميقة داخل الدولة هي أكبر من الدولة وتتصرف أعلى من القانون وتجعل من نفسها أكبر من القانون والدستور، لهذا السبب تجد هذه التصريحات التي يعني تضيع الحقائق، الحقائق لا تضيع، والمسؤول يعني السيد وزير الدفاع هو يبقى مسؤول حتى لو وجود ثالث ورابع وخامس، هو يبقى مسؤول على قتل المتظاهرين ومسؤول على أنواع الأسلحة التي دخلت والأسلحة التي استخدمت في الساحة العراقية. سيد مازن، تشكيل غرف أمنية بإشراف إيراني للتضييق على التظاهرات حتى لا تنتقل إلى هناك، والآن على ما يبدو أن هذه التظاهرات انتقلت إلى هناك، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أصلا الثورة العراقية وصل إشعاعها إلى طهران، هذه التظاهرات التي انطلقت في طهران وفي إيران نتيجة صمود وثورة العراق التي أثبتت إلى شعوب الإيران عندما الشعب يقرر من أجل الحرية ومن أجل الكرامة يقدم كل التضحيات، ولذلك صمد الشعب العراقي، ولذلك أراد العراق أن يثبتوا إلى الشعوب الإيرانية أنه هذا النظام الإيراني ليس فقط عبئا على إيران وإنما عبئا على العراق وعلى الأمة، وجرائم لم تكتفي داخل إيران وإنما خرجت خارج حدودها، وبالتالي الشعوب الإيرانية حست بهذا العبء وبهذه الكراهية التي جلبها لها هذا النظام. هذا جانب. الجانب الآخر، أما غرف العمليات التي تشترك فيها قيادات الحرس الثوري، فهذه الغرف أصبحت بالنسبة للعراقيين مكشوفة ومعروفة دوافعها، وبالتالي مهما إيران داخل العراق كل ثقلها، العراق هو مخطوف إيرانيا والعراق هو محتل إيراني، سواء كانت هناك غرف عمليات مشتركة أو منفردة، نحن نعرف من يحكم بالعراق، الحاكم الفعلي بالعراق هو قاسم سليمان. وأود أن أعلق على موضوع الطرف الثالث، الطرف الثالث هو الاحتياطي المرموم الذي تحتفظ به حكومة المنطقة الخضراء
ليقوم بدوره في عملية القتل وفي عملية التفقيق وفي عملية إجهاض الثورة، وهؤلاء كلهم من الحرس الثوري ومن الميليشيات المرتبطة بإيران. وكلنا يتذكر أحد الميليشيات في 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 لقاء معين قال لو حصل حرب بين العراق وإيران سنقاتل مع إيران ضد العراق. إذن هذا هو الاحتياط المطلوب، هؤلاء الذين هم سيقاتلون دفاعا عن وجود إيران ومصير إيران بكل قوة، ولكن سيجهض ويقطر هذا المشروع في العراق وستنتهي. انقطع اتصال بالاستاذ مازن التميمي. استاذ حسين السبعاوي، يعني القوات الحكوميه في استراتيجيه جديده قطعت جسر الاحرار، وبذلك ستكون هناك استراتيجيه مقبله، يعني ما الغايه من قطع جسر الاحرار؟ يعني موضوع الحواجز الكونكريتيه منذ 2003 عرفها الشعب العراقي واستمرت والى الان. أنا أعتقد أن المتظاهرين استطاعوا أن يعزلوا الحكومة عن الشعب بدون حواجز كونكريتية. اليوم الشعب العراقي جميعه يتابع أداء المتظاهرين وأخبار المتظاهرين وما يجري على المتظاهرين ومطالب المتظاهرين، بينما الحكومة بحد ذاتها عزلت نفسها بدون حواجز كونكريت، سواء وضعت أم لم تضع، هي معزولة عن الشعب العراقي. هذا يمثل جسر الأحرار، يمثل رمزية جسر الأحرار، المطعم التركي. هذه المناطق أصبحت لها رمزية وثقل في التظاهرات العراقية. لكن أنا أقصد أنه حتى لو وضعوا الحواجز الكونكريتية فهم معزولين قبل الحواجز، وقد استطاع المتظاهرين أن يعزلوا هذه الحكومة عن الشعب، وهي اليوم الشعب العراقي بغالبيته بجميع أطرافه يتابع أخبار المتظاهرين ولا يعني يعطي بالا لما تقوله الحكومة سواء من تصريحات أم من بيانات. سيد مازن، معنا مشددا من لندن الكاتب والباحث السياسي، ما الخطوات المقبلة التي تعتقد أن على المتظاهرين اتخاذها في ظل استمرار هذا القمع الحكومي ومراهنة الطبقة السياسية على عامل الوقت على ما يبدو؟ لأنه في الفترة الأخيرة كانت هناك مجموعة خطابات للرئيس العراقي ولرئيس الوزراء وبعد ذلك لبعض الوزراء في الحكومة، ولكن لم يكن هناك اختراق سياسي واضح في المشهد العراقي. الشباب العراقي واعين، وهذه حقيقة يجب أن يفهمها العالم. هناك نقلة نوعية في مستوى الوعي داخل الشباب، ولذلك مسألة الوقت أصبحت مكشوفة ومعروفة دوافعها، ولذلك المتظاهرون مصرون على المواصلة والتحدي. أما مسألة من يراهن على أنه قد يتعبون، قد يملون، قد يرعبون، كل هذه الوسائل استخدمت، لكن كان الإصرار واضح وكان التحدي واضح والتضحيات واضحة والتلاحم والتفاعل الجماهيري يوميا يتصاعد. بالتالي سوف لن تنطلي هذه الحيلة على الشعب في مسألة الوقت. الآن أعتقد الخطوات القادمة مطلوب من المتظاهرين الاعتصام، ويجب أن تكون هناك مساحة واسعة لهذا الاعتصام تشترك فيها كل محافظات القطر لكي تشل قدرات الدولة، سواء كانت من الناحية الأمنية، الأجهزة الأمنية، يجب أن يكون هناك اعتصام شامل لكل مرافق الدولة حتى يثبت العالم بأنه كل العراقيين خرجوا على فكرة أيديهم رافضين لهذه الحكومة ولهذه العملية السياسية البائسة. فعملية الاعتصام تعطي قوة للمتظاهرين وتضعف قدرات المقابل. شكرا لك أستاذ مازن التميمي، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مازن. أخيرا أستاذ حسين السبعاوي، يعني إلى أي مدى ترى أن إيران هي يعني قلقة الآن متخوفة جدا من التظاهرات في العراق، وخصوصا أن هناك غرفا أمنية قد تم تشكيلها بإشراف إيراني، هل هناك خشية ربما إيرانية من انتقال التظاهرات من الأرض العراقية إلى الأرض الإيرانية؟ أولا هي انتقلت، ولكن إيران لماذا تخشى؟ لأن تدرك إيران أنها هي المشكلة في الساحة العراقية وفي الساحة اللبنانية وفي الساحة اليمنية، تدرك بأنها هي من أشعل الحرائق، هي تدرك بأنها تجاوزت على هذه الشعوب وعلى هذه الدول، فتدرك أنها مشكلة. والشعب العراقي عندما انتفض أول شعاره هو رفض الهيمنة الإيرانية ورفض إدارة الدولة على أسس طائفية ورفض الفساد، فكانت الهيمنة الإيرانية أول المطالب للشعب العراقي. وفي نفس الوقت كانت إيران تعول على حاضنة منطقة الوسط والجنوب بأنها تكون حاضنتها وعمقها استراتيجي، فجاءها الرد
من أقرب من تظن بأنهم أقرب شيء عليها، فأعتقد أنه إيران تتخوف لأنها تدرك بأنها مشكلة هي أسس المشكلة. فعلا انتقال التظاهرات إلى الداخل الإيراني هو نتيجة؟ نعم، بالتالي لماذا؟ لأنه نفس المشكلة نفس الأسباب، تجد نفس الشعارات ونفس المطالب. لاحظ اليوم التظاهرات في إيران هذه لأول مرة تنتشر على مدى الجغرافيا الإيرانية، في مدن على الحدود الروسية وفي المحمرة في أقصى الجنوب، يعني في أقصى الشمال الإيراني وفي أقصى الجنوب الإيراني وفي شرق وغرب إيران. جميع هذه المدن اليوم هي تشارك في تظاهرات ضد النظام متنوعة في منطقة كردستان في إصفهان. ما هو كان الهدف؟ ضرب رموز النظام وحرق صور خامنئي ومطالبة بإسقاط النظام. كانت قضية البنزين هي قضية هي السبب ليخرج هذا الشعب وينتفض، بينما تجد الشعارات هي أبعد بكثير عن قضية البنزين الذي قرار اتخذته الحكومة الإيرانية. في الختام نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من لندن. شكرا جزيلا لك.